السلام عليكم، كيف حالكم؟ أتمنى تكونوا بخير. اليوم بغيت نصاوب واحد الحليوة بغيت نتقاسمها معكم، تشوفوا المقادير. المهم هنا عندنا كيلو ديال الدقيق فورس ممتاز، هنا نص كيلو ديال هاد الكاوكاو، هذا هو غنطحنو بقشرته. هاد الكاوكاو عندي هنايا هاد 3 كيسان ديال السكر سنيدة، أي ما يعادل 300 غرام. إلا بغيت تنقصو نقصو، تقدرو ديرو 250 غرام ديال السكر سنيدة. هنا عندي نص كيلو ديال الزبدة، كيف عندي نص كيلو هنا ديال نص كيلو ديال الكاوكاو، نص كيلو ديال الزبدة. المهم الدقيق ما غندخلوش كامل في هاد الوصفة، غيبقى شوية. المهم ها كاوكاو سميتو طحنتو مزيان، مع ما قليتوش، غطحنتو بالقشرة ديالو مزيان. ها هو نضيفو للزبدة. ما كنديروش تخميره، ما كنديروش لا خميره لا سميتو الزبده، ها هي يلا غدوب ليا شويه. ما كنديروش تخميره البيض، هاد الحلوه كتكون فيها غير هاد 4 المكونات، كيكون السكر، ها هو السكر، الدقيق، كاوكاو والزبده فقط. دابا انا غنخلط هادشي ونضيف الدقيق، ها هو. نمزج هاد المكونات مزيان، عاد نبدا نضيف بشوي بشوي الدقيق. المهم كيلو ما غنكملوش. غنضيف بشوي بشوي الدقيق، هكذا غنبقى ندير هكذا تدوب الزبده مزيان وتجانس الدقيق مع كاوكاو. نجنها مزيان باش الزبده ما تبقاش في شي بلاصه، ونضيف الدقيق، نضيف ثاني الدقيق. خدات لي 700 غرام ديال الدقيق، صافي. خصكم ليها بدا مدلكوها مزيان، ها نتوما لاحظوا خصها تدلك مزيان باش الزبده تدخل في المقادير كامله، وسميتو الكاوكاو حتى هو يخرج شويه الزيت ديالو. ها هي الحلوه، ها هي جات مزيانه، ها هي هكذا دايره، هكذا دايره الحلوه كدش بعدوا شويه لان فيها الزبده. نكمل الطاوه ونتلاقاو معكم هكذا. هاني كملت دابا الطاوه، هاي كملت. لاحظوا هذا المرشم الكبير هو اللي درت به هذا اللي جات الورده هكذا، في هاد التشناف بزاف هذا. وبالنسبه لهاد التشناف اللي صغيور، الا بغيت ديرو صغيور هكذا كيجي هكذا، درت هاد المرشم، هاو الصغير صغير من هذا، ها نتوما هاد المرشم الكبير وهاد المرشم الصغير، هاهو. واحد جاب الوريضات هكا رقيق داك الشيء، وهنا غليظ. دابا غندو الفران، ملي يجي من الفران ان شاء الله نوري لكم.
حلوه هي هاي. علاش قلت لكم انا ديروا سميتو؟ لان كتكون فيها الزبده كت... هذه غير حيدت منها، راه ما اظن كانت هنا في شويه. المهم هي هذه الحلوه ها هي، كتجي تجي هشيشه بزاف 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 بزاف، ما كتلصقش هاي.